السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كتعرفوا ان درايف اللي هي واحد الخدمه ديال التوصيل وهي خدامه في المغرب منذ مده، رغم انه ما كاينش واحد الاعلان رسمي ولكن راها خدامه. وكنشوفوا الاشهارات ديالها والناس خدامين بها رغم داك المشاكل اللي كنشوفوا ديال صحاب الطاكسيات، مره كيوقفوا شي واحد وكيوقع هذاك الصداع وكنشوفهم في فيديوهات، ولكن راها خدامه وكدير الاشهارات وكدير الاعلانات. وانا مؤخرا شفت واحد صريح ديال وزير الداخليه السيمانه اللي فاتت قال على ان اي شركه خدامه في النقل ديال الاشخاص بحال هاد الشركات هادو وما عندهاش ترخيص غادي يتم الحجز ديالها والمعاقبه ديالها والطرد ديالها من المغرب. وشنو فهمت انا اللي فهمت هو انه الشركات اللي خدامين حاليا راه عندهم واحد الترخيص، هادشي اللي فهمت انا. لان ولكن وزير الداخليه علم نهضر هضر على بعض الشركات الداخل اللي عاد دخلات وبغات حتى هي تخشي راسها بدون ترخيص بدون اي شيء. اذا انا كيبان لي انهم عندهم ترخيص ولكن باقي الامور باقي ما تصفاتش مزيان، وهذا الشيء غادي يتصفى لان المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات عالميه منها كاس العالم كاس افريقيا، وهذا الشيء راه في العالم وحنا شفنا الدول الخليجيه ومصر هذا الشيء عندهم مرصة رسمي وخدامين به بالقوانين بكل شيء. حتى هذه الخدمه ديال اوبر ديال عفوا ديال ان درايف موتو انا شفتها كاينه في مصر كيقولوا لها ان درايف سكوتر، وهذه الخدمه هذه هي اللي عطاو الانطلاقه ديالها هذه اليومين هذه واللي طارت الكثير من الضجه على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا ان اصحاب الطاكسيات اصلا كانوا كيتشكاو من اصحاب ان درايف اوتو اذا بهم غيجيو لهم اصحاب ان درايف موتو. وهذه القضيه ديال ان درايف موتو فيها نقل البضائع ونقل الاشخاص، مثلا شي واحد بغى يصيفط شي صخره بحال جلوفو ولا بغى يتقدى شي حاجه شي تقضيه، بالتالي فانهم غادي ينافسوا جلوفو. اي حاجه فيها المنافسه فهي مزيانه للمواطنين لان المواطن بدرجه اولى هو المستفيد، وهذا هو قانون العرض والطلب. كل ما كيكثر العرض والطلب كيقل كتولي الاسعار مناسبه. اذا بالنسبه لاصحاب المواطن اللي باغيين يضربوا بريكولات ويعاونوا على المصروف، وحنا كنعرفوا ان المغرب فيه بزاف الناس خصوصا الشباب عندهم مواطن، وبعض المرات راه كاين بنادم معاه كيدور عا كيحرق ليسانس، وكاين بعض المدن اللي التنقل في الموطور في الموطور اسهل وكيوصل في الوقت، خصوصا اوقات الديروه ملي كيكون الزحام وخصوصا بعض الاحياء اللي ما كتدخلش فيها الطوموبيلات. وبالتالي فانه كاين بزاف ديال الناس اللي غادي تعجبهم هذه القضيه خصوصا اذا كان الثمن مناسب. وحنا رغم اننا كنعرفوا ارتفاع ديال اسعار المحروقات والليسانس وقيله واصل 15 درهم تقريبا. على اي حال هذه الخدمه هذه بدات في المغرب وانا كنتوقع يكون عندها اقبال في الكثير من المدن خصوصا اذا كانت الاثمنه ديال التنقل مناسبه. نجيو لهذه القضيه هذه ديال التنقل في الموطور، شنو كيطلبوا؟ بغيت نقول لكم بعدا واحد القضيه، ان زعما صعيب انك تاخذ، لان بعض الناس غايقول لك غادي نشري موطور وندير هذه ونخدم بها، بحال كيما مدايرين شي واحد اصحاب جلوفو اللي كيديروا التوصيل الطلبيات، ولكن هذه زايده توصيل للاشخاص. ها هي راه ممكن ديرها ولكن راه صعيب انك تكسب الحياه ديالك وتعتمد 100% على المعيشه على هاد جلوفو، ولكن مزيانه تضرب بها بريكولات وتدخل مصاريف زايد. ولكن راه تشوف تتعي راه كاين اللي ما لاقيش هاد الفرصه هادي انه واحد المدخول مهم يدخل شي بركه. على اي حال بالنسبه للتسجيل كتسجل في لابليكاسيون، كتانستالي لابليكاسيون كتسجل في لابليكاسيون وكتختار كيعطيوك جوج، واش سائق ولا باساجي يعني زبون. انت كتختار سائق، ملي كتختار سائق كيطلبوا لك شي حوايج انك تدخلهم. اول حاجه كيطلبوا لك هي التصويره ديالك باش يشوفوك نتايا الشكل ديالك ولا كارت ناسيونال ديالك. كيطلبوا ايضا التصويره ديال الموتور تكون مصور حداه، الكارت غريز ديال الموتور، الموديل ديال الموتور يعني السنه ديالو، الموديل يعني الشركه المصنعه حتى هي. كتلقى عده شركات كتدخلهم. بالنسبه للبيرمي انا بان لي كيطلبوه لانني كيطلبوه وضروري تدخلوه، يا البيرمي ديال الطوموبيل يا ديال الموتور بالنسبه للصنف ا، لانه البيرمي كيدل على انك قريتي الكود ديال السياقه وعارف البلايك وعارف الاشارات وكذا. مهم انا عطاني ندخلها. كاين شي حوايج كيعطيهم لك فاكولتاتيف يعني ممكن تدخلهم وممكن ما تدخلهمش، بحال السجل العدلي ديال السوابق ماشي ضروري انك تدخله، الا جبتيه ودخلتيه راه مزيان، ما دخلتيش كيدوز لك التسجيل. بالنسبه للبيرمي ضروري تدخله، يا البيرمي اللي عندك كتصوره وكتدخله. وكيف قلت لكم الموديل ديال الطوموبيل ديال الموتور راه كتختار انت، كيعطيك واحد اللائحه ديال المواطن كتختار انت الماركه اللي عندك والموديل وحتى اللون، ثم كتدخل الموديل اللي هو السنه، ومن بعد
كيشوفوا هذاك المعلومات ودوك التصاور كيتحققوا من الصلاحيه ديالهم وهما كيجاوبوا كيتواصلوا معاك. وبطبيعه الحال كتدخل المعلومات الشخصيه ديالك والهاتف ديالك. بالنسبه لشنو سميتو التصاور خصهم يكونوا واضحين. بالنسبه للموتور كتصور حداه وكتصور باش تبان حتى الماتريكيل خاصو يبان ديال الموتور. هذا هو اللي كاين حد الساعه. كنتمنوا لكم التوفيق وهذه فرصه انه اللي عنده الموتور انه يضرب به بريكولات. فقط خصكم تعرفوا ان واحد القضيه تردوا البال النقا والهضره زوينه والكاسك والهندام ديالكم، لان هاد الناس اللي كيخدموا في ان درايف عندهم واحد الحاجه مهمه اللي هو تقييم ديال الزبناء. مثلا انا ركبت معاك انت مول الطوموبيل ولا مول الموتور، فكندخل ملي كنمشي كنرجع لابليكاسيون وكندير التعليق ديالي كيفاش كانت هذه الرحله، مزيانه ما مزياناش، هذا السيد كي كان، وكتعطيه بحال دابا 5 نجمات 4 نجمات. وواحد اخر ملي كيجي يدوموندي هاد الخدمه هذه كيشوف هذاك السائق الا لقى عندك 3 نجمات والناس كينتقدوك ما غاديش ياخذك انت، غيمشي ياخذ واحد اللي عنده 5 نجمات 4 نجمات ونص. لهذا ردوا البال هاد الامور، طريقه التعامل مع الزبناء والهندام ديالكم وطريقه السياقه وطريقه التعامل. هذا هو اللي كاين اخواني، بارك الله فيكم. ما تنساوش تقيدوا في القناه، واللي عنده شي سؤال بغى يطرحه في التعليقات، ولا كان شي جديد بطبيعه الحال غادي نديروا عليه فيديو. شكرا والسلام عليكم.